يا صباح الخير والسعادة على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان. في بعض الأماكن أول ما بتزورها أو حتى تعدي من جنبها بتحس قد إيه بالفخر، بتحس قد إيه مصر عظيمة وتاريخها كبير جدا ممتد لآلاف السنين. هو ده بالظبط اللي أنا حسيت بيه من أول دخولي هنا لبهو والمدخل الرئيسي لمشروع المتحف المصري الكبير، هذا الصرح الأثري العملاق وأحد أهم المشروعات القومية الكبرى اللي بيتم تنفيذها الآن على أرض مصر. مشروع المتحف المصري الكبير بيعد نقلة حضارية مش بس على مستوى مصر لكن على مستوى العالم، بيتميز بمصرية وخصوصية كبيرة جدا، بيعرض لمرحلة ما قبل التاريخ حتى العصرين اليوناني والروماني، بنتكلم على مدار تقريبا 5000 سنة. عايزة أقول لحضراتكم أن مشروع المتحف المصري الكبير زي ما بنقول أنه هو حدث كبير على مستوى العالم، فهو بيحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية. هيتم فيه عرض حوالي 50,000 قطعة أثرية وعرض أيضا مقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته. مع اقتراب موعد افتتاح المتحف المصري الكبير العالم كله مترقب لهذا الافتتاح. كنا موجودين مع حضراتكم هنا من سنة، لكن بالمقارنة من سنة فاتت لحد دلوقتي معدلات الإنجاز كبيرة جدا، مش بس بتكلم على المدخل الرئيسي وبتكلم على الواجهة أو سقف المتحف أو كل التفاصيل دي، لكن كمان بتكلم على ترميم الآثار نفسها اللي هيتم عرضها داخل مشروع المتحف المصري الكبير. مع اقتراب موعد افتتاحه في أسئلة كتير جدا، أولها مثلا إيه هي مزايا المتحف المصري الكبير؟ إزاي ممكن يستفيد من وجوده داخل أو بجوار منطقة أهرامات الجيزة أحد عجائب الدنيا السبع؟ إزاي ممكن يكون عنصر جذب للعديد من السياح من كل أنحاء العالم؟ كل التفاصيل دي وأكتر هنعرفها النهاردة من خلال جولتنا داخل مشروع المتحف المصري الكبير اللي بكل فخر بينفذ الآن على أرض مصر.